مساء الخير. في الملتقى التقدمي نرحب بالمحاضرين الدكتور أكبر جعفري والصحفي المخضرم علي صالح، ونرحب بالحضور الكرام والرفاق والرفيقات. نلتقي بكم في ملتقى التقدمي في ندوة بعنوان تطوير منظومة العمل الحكومي، واقع وآفاق وتحديات. تابعنا جميعا وقائع الملتقى الحكومي الأول لعام 2016 الذي عقد يوم الأحد الموافق 18/9/2016 الماضي بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي. إننا في المنبر التقدمي إذ نرحب بالدوافع المعلنة لهذا الملتقى بأهدافه، كونه انصبت باتجاه بلورة الأفكار والرؤى التي تخدم أهداف وأولويات تعزيز وتطوير الأداء الحكومي وإعادة رسم القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع العام للقطاع الخاص، علاوة على تكثيف المبادرات لدعم الإبداع والتفوق واستمرار الاستثمار في المواطن ورفع مستواه المعيشي. في المنبر التقدمي وفي ضوء ذلك يتطلع في نفس الوقت إلى أن يكون هذا التوجه انطلاقة حقيقية وجادة نحو الإصلاح الإداري والاقتصادي، يستند على أفكار مبدعة تأخذ في الحسبان حقائق الوضع القائم ومتطلبات المستقبل والمصلحة العليا للوطن والمواطن البحريني وبخاصة الجماهير العريضة من المواطنين من العمال والكادحين والطبقات الفقيرة والمتوسطة التي هي اليوم في ظل ما بات يتهددها أكثر من غيرها من تحديات ومخاطر وتحولات متسارعة، بحاجة إلى منظومة حمائية فعالة ومدروسة تنهض بواقع هذه الفئات وتؤمن لهم في نفس الوقت العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وفتح كل المشاريع ذات الأفق في مجال التنمية الاجتماعية بكل الأبعاد والتحاليل والتحليلات الحقيقية لهذه التنمية. كما نؤكد في المنبر التقدمي على أنه من منطلق عدم الفصل بين الاقتصاد والسياسة، فإن ذلك يتطلب الدفع بكل همة وجدية وبشكل دائم لتكريس مبدأ المواطنة وإرساء الوحدة الوطنية على أسس ثابتة تجعل الباب مفتوحا وبكل ثقة أمام المواطنين لواقع ومستقبل أفضل، بعيدا عن منغصات الطائفية والمذهبية والانشطارات المجتمعية، وتجعل تطوير منظومة العمل الحكومي باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العمل الاقتصادي مجتمعيا في متناول اليد، وليس مجرد شعارات تطرح ولا يحمل المواطن ولا يتحمل المواطنين أعباء إخفاقات لمشاريع فاشلة أو تبعات الأزمة المالية جراء انخفاض أسعار النفط والتي بسببها، إضافة لنصائح البنك الدولي الكارثية، تم رفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات. يتطلب من الدولة التصدي للفساد الإداري والمالي ومحاسبة الفاسدين وسارقين المال العام، مما تكشف عنه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لتقديم هؤلاء للمسائل القانونية. بعد ما قرينا هذا جزء من البيان صادر قبل فترة إلى المنبر التقدمي، يعني عالج هذه المواضيع ويطرح رؤيته حول الملتقى، الآن احنا نستضيف في هذا اليوم الدكتور أكبر جعفري والصحفي المخضرم علي صالح. فالآن متروك لكم الحديث عن اللي تدلوا بدلوكم في هذا الموضوع، وما أعرف يعني تريد أن تبدأ الدكتور علي؟ تفضل. احترنا الحين. يقول لك بحكم السن. عجل خلاص، عجل حكم السن انتصرت.
إيراد عليك. ما نقدر نسمع السن تاريخ مع أبو خضر وصحابه هذا المقام. تفضل سعد علي. سماع شغالة. مساكم الله بالخير. اتدبست أنا ومشكلة يعني. طبعا أول سؤال واحد يطرحه أنه لماذا انعقد الملتقى الحكومي؟ ليش انعقد الملتقى الحكومي هالأيام الآن يعني؟ ما انعقد قبل سنتين مثلا؟ السؤال أو الجواب عليه بما معناه حسب وجهة نظري أنا أن الحكومة وجدت في هذه الفترة أن هناك تذمر شديد وهناك فشل لسياسة الحكومة خاصة فيما يتعلق بالمواطن، خاصة فيما يتعلق بحياة ومعيشة المواطن من صحة وتعليم وإسكان وإيجاد فرص عمل، وأهم شيء إيجاد فرص عمل. وأن هي اختارت في هذا الوقت بالذات لأن إحنا الآن قريب ديسمبر أو قبل شوي تصدر الميزانية الجديدة ل 2017-2018، وأيضا في ديسمبر بيكون الحكومة قضت نصف مدة برنامجها اللي وضعته لمدة 4 سنوات 2015-2016-2017-2018. الحين الحكومة لازم تبي تقول لنا أن ماذا حققت من هذا البرنامج في هذا الموضوع، أو تبي تستبق الأحداث عشان تقول حق الناس أن احنا حققنا إنجازات خلال السنتين اللي طافوا. و تطلب الموافقة على الميزانية القادمة اعتقادا منها أن هي يعني عندها مجلس نواب بتصدى لها وبيوقف عن حدها أو بناقشها أو شيء من هذا النوع. بس أنا أعتقد الأهم هو في الموضوع هو أن الناس، التذمر اللي عند الناس عند المواطنين من هذه الأوضاع المعيشية اللي احنا فيها، من هذا التخبط في السياسات الحكومية. الحكومة تبي تقدم صورة جميلة أو تجميلية لها ولأدائها. في اقتناع، أي سبب ثاني قد يكون هناك اقتناع أو شبه اقتناع من المسؤولين في الحكومة بالعودة إلى رؤية 2030، وهي طبعا معروف رؤية 2030 مدتها 21 سنة، صدرت في 2008 وبدأ تطبيقها من 2009، من بداية 2009، ويفترض تتم إلى 2030. ولكن الرؤية هذه هي مجرد خطوط عامة، الخطوط التفصيلية موجودة في استراتيجية الاقتصادية 2009-2014. هذه الاستراتيجية الاقتصادية في الملتقى الحكومي لم يتم التطرق لها أبدا ولا يتم الإشارة لها، كل التركيز على الرؤية في هذا الموضوع. ولذلك ليش؟ لأن الاستراتيجية هي تحدد الهدف وما هو المطلوب ومتى يتحقق، اللي هو يتحقق في 2014. يجب بنهاية 2014 كل ما ذكر يكون تحقق فيه خلال 6 سنوات وليس في 21 سنة. 21 سنة سنوات طويلة ومطاطة، تعطي الواحد مجال يقول اللي يقول ويوعد اللي يوعد، لكن انت عاد انتظر لي 21 سنة. الاحتمال الثالث لسبب انعقاد الملتقى هو ما قال سمو ولي العهد في افتتاح هذا الملتقى. في هذا الملتقى طبعا
قبل تحدث رئيس الوزراء وحث المسؤولين التنفيذيين في الجهاز الحكومي على العمل على إرضاء المواطن أولا، فمؤشر نجاح أي مسؤول في أي جهة حكومية خدمية هو رضا المواطن، في تركيز على المواطن. المواطن يجب الاهتمام بالخدمات الحكومية، وإذا لم نصل إلى هذا الهدف فعلى الجميع مراجعة أدائهم وتطوير بلوغ هذا الهدف. هذا اللي قاله رئيس الوزراء، وطبعا تركيز من جميع المسؤولين كبار المسؤولين في الدولة أن رضا المواطن هو المطلوب، سعادة المواطن هي المطلوبة، كل شيء المواطن. إذا ما سويتوا تنمية للمواطن فإحنا ذي التنمية منبية، خذوها وقطوها بهذا الشكل. الآن نيجي نشوف ولي العهد شو قال. قال مناسبة الملتقى الحكومي 2016 هي مرور 8 سنوات على إطلاق رؤية الاقتصادية في عام 2008. قال أيضا نلتقي في هذا الجمع بمختلف المستويات الإدارية بالحكومة من أجل استعراض الإنجازات، وأيضا استعراض الإنجازات الحكومية طبعا، وأيضا من أجل التوجه للمستقبل بسواعد متكاتفة. وقال أيضا احنا واجهنا خلال الفترة الـ8 سنوات الماضية تحديات، وبفضل تكاتف الجميع كنا قادرين على تخطيها، فنحن لدينا حب للتحدي وعشق للإنجاز. هذه الحقيقة تعبير جديد تم تكراره وايد في الملتقى، حب للتحدي وعشق للإنجاز، حب وعشق. تمكنا من تطوير منظومة العمل الحكومي من حيث التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال، سعيا نحو تحقيق أهداف الرؤية من خلال مشاريع ومبادرات حكومية شاملة. شكلت برنامج عمل الحكومة في الفصول التشريعية التي تلت تشكيل الرؤية. الفصول التشريعية يقصد من 2009 مثل ما قلت إلى هذا الفصل اللي احنا فيه اللي ما انتهى. طبعا الرؤية اللي تذكر برنامج الحكومة وتابع برنامج الحكومة يجد انه ما له علاقة، لا الرؤية ما له علاقة ببرنامج الحكومة، والعكس صحيح، يعني ما في علاقة بينهم. البرنامج الحكومة ما في إشارة لرؤية 2030، ويبدو انه ذاك الوقت يعني ما كان في تناغم بين الحكومة بين مجلس التنمية، على أساس اللي مجلس التنمية هو اللي سوى الرؤية والحكومة هي اللي برنامج الحكومة مالها. الحين نواصل كلام ولي العهد. وأدى ذلك إلى تحقيق إنجازات متعددة، ومن بينها نمو الناتج المحلي. هذه الإنجازات اللي تحققت في الفترة اللي طافت، ومنها نمو الناتج المحلي 28% من عام 2008 وحتى 2015. 28% نمى الناتج المحلي خلال هذه المدة، حوالي 8 سنوات. طبعا لما نيجي نحللها نجد انه النمو السنوي في حدود 3%، ومعروف انه ذاك الوقت كان في ازدهار اسعار النفط، فطبيعي ان كل سنة اسعار النفط تزيد 3%، وهو اللي تكلم عليه النمو الناتج المحلي كان بسبب ارتفاع اسعار النفط. لما نيجي عقب ونشوف ارقام مجلس التنمية من خلال الامين العام لمجلس التنمية نجد انه هاي الارقام تنزل كلش الى اقل من 1%. ايضا يقول ارتفاع القطاعات غير النفطية الى 80% من الناتج المحلي. طبعا القطاعات الناتج المحلي كان معتمد على النفط، النفط يمثل 80%. الان بعد نزول اسعار النفط من 2014 وانتهاي اصبح نوع من الضمور للنفط في الناتج المحلي. هو يقول ان القطاعات غير النفطية ارتفعت الى 80% من الناتج المحلي، بس ما في تفصيل لرقم 80% هل هو صحيح او لا.
زيادة إجمالي الصادرات غير النفطية بنسبة 290%. لكن احنا ما قدمنا لنا أمثلة ما هي الصادرات غير النفطية اللي زادت خلال 8 سنوات 290%. فاحنا نعرف اللي عندنا الألمنيوم ما زاد بهذا الصادرات بهذه النسبة الحقيقة الكبيرة. غير الألمنيوم ما عندنا شيء، عندنا الملابس الجاهزة. أمريكا وقفت من زمان الملابس الجاهزة مثل البحرين وضربت هذه الصناعة. وزيادة إجمالي الصادرات غير النفطية مثل ما قلت، والاستمرار في خصخصة الخدمات الحكومية بقطاع الطاقة لتبلغ مساهمات القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والماء أكثر من 80%. هاي الكلام طبعا معروف أنه إنتاج الكهرباء كله توجه إلى شركات أجنبية، قطاع خاص ولكن كلها شركات أجنبية، أكثرهم لهم وكلاء في البحرين بس هم شركات أجنبية. الشركات الأجنبية هي اللي تنتج الكهرباء والحكومة تشتري من الكهرباء وتوزعها. فهذا الكلام من فترة لما نتحشف على الرؤية بالتفصيل بنشوف أن إحنا هذاك الوقت هم يقولون أنه محطة كذا خصخصنا، محطة كذا خصخص، كل المحطات مخصصة من زمان متوى يعني، مو هالأيام مثل ما يقولون. وبعدين قال أيضا والشروع في بناء 5 مدن إسكانية جديدة بهدف تنفيذ 40,000 وحدة سكنية. بس ما قال لنا خلال 8 سنوات كم وحدة سكنية تم بناءها من 40,000 اللي وعد فيه جلالة الملك. وقد ساهمت هذه الجهود التنموية في زيادة دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47% منذ تدشين الرؤية. يعني خلال 8 سنوات زاد دخل الأسرة البحرينية 47%. بس ما قال لنا أيضا كم كان دخل الأسرة البحرينية سنة 2008 وكم أصبح دخل الأسرة البحرينية اليوم. المعروف بالنسبة لنا إحنا أن إحنا من زمان اللح أن تكون أن يسوون ميزانية أسرة في البحرين عشان إحنا نعرف الأسرة البحرينية كم تحتاج فعلا، كم تدخل وكم تحتاج وكم لازم يزيد دخلها على أساس تكفي متطلبات المعيشة. هذا الكلام ما كان أحد الحكومة ما كانت تستمع له بشيء أبدا. يعني آخر ميزانية أسرة سوت وزارة الشؤون الاجتماعية في 80s حوالي هذا سنة 84، من عقبها وحددت كم ميزانية الأسرة، بعدها ما تحددت ميزانية الأسرة من 84 لليوم. الآن يقول هو زادت 47% دخل الأسرة، لكن كم كانت وكم أصبحت ما حد يدري. تتطلب أولويات المرحلة القادمة تحقيق 3 أهداف، هي تعزيز، هاي كلام لازال لسمو ولي العهد، وهي تعزيز الجهود لإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص بالنمو. هذا كلام موجود في الرؤية من سنة 2008. تكثيف المبادرات لدعم الإبداع والتفوق، استمرار الاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشي، ولتحقيق ذلك لابد من تحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطن من إسكان وصحة وتعليم وغيرها، تطوير الأطر التشريعية لزيادة القدرة التنافسية دوليا، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير نسبة وتوفير بنية تحتية عالية الجدوى تواكب متطلبات المستقبل. كل هذا الكلام موجود كما كان بهذا النصوص العامة موجود في الرؤية والاستراتيجية 2008. الآن مجرد إعادة قراءة هذا النصوص في المنتدى الحكومة. إحصائيات رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي يقول حيث أفاد تقرير مجلس التنمية الفصلي إلى القطاع غير النفطي أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 3.9%. القطاع غير النفطي نما بنسبة 3.9%، هاي متى؟ في 2015، مو 80%، 3.9%. فيما تقلصت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.9%، يعني أقل من 1%. تقلصت مساهمة القطاع النفطي أقل من 1% عام 2015 مثل ما قلت. الفرق
وايد بين اللي سمعناه قبل واللي نسمعه الآن. حقيقة في كلام وايد صار أثناء هذه من خلال المنظمات والمسجلات والمنتديات اللي عملوها حول موضوع الغاز واستيراد الغاز والقطاع النفطي، وقالوا أن احنا تم الاتفاق مع روسيا أن يستيردون الغاز سنة بيبدؤوا من 2018، بيسووا لنا ميناء خاص استيراد الغاز المسال أنا اللي بيحصل. وطبعا هنا في عمليات تنقيب على الغاز وزيارة كمية الغاز المنتجة محليا. يعني أي تساؤل بسيط عند أي واحد يقول أن أنتم بتستوردون غاز وبتنتجون غاز داخلي، لماذا؟ يعني هل عندكم مشروعات صناعية، في خطة لمشروعات صناعية؟ المشروعات الصناعية تحتاج إلى الغاز كلقيم فيه، وأن بتعطل المشروعات واقفة تنتظر الغاز يجي من روسيا مثلا في 2018. يعني هل الكهرباء اليوم متعطلة لأن محتاج غاز؟ هل ألبا، هل البتروكيماويات أو غيرها من المصانع متعطلة محتاجة غاز؟ يعني طبعا كلها أسئلة كان لازم يجاوبون عليها في الملتقى على أساس يقولون لنا شنو خطتهم المستقبلية. مع أنه اللي قاعد يحصل الحين في العالم والناس كل يوم تتكلم فيه، أن الناس خاصة في الكهرباء، الناس تستخدم الطاقة النظيفة، تستخدم الطاقة الشمسية بالتحديد. اليوم دول كثيرة بدأت تتولد الكهرباء اعتماد على الطاقة الشمسية وليس على الغاز، يعتبر الغاز حتى لازال ملوث. فالبحرين ما عندها نقص في الغاز، إذا لازم تتحول للطاقة الشمسية ما تروح تستورد غاز من دولة ثانية. تطوير التعليم صار كلام عام عنه وما في الحقيقة تفصيل قدم في هذا الموضوع، ونفس الشيء الموضوع يتعلق في الصحة. الإسكان مثل ما قلت صار كلام أنه إحنا بنبني 4 مدن، وأن جلالة الملك طلب أنه إحنا نبني 40,000 وحدة سكنية في برنامج الحكومة. لما ضغطوا عليهم مجلس النواب كانوا بيسوون 20,000 في ال4 سنوات، وعقب قالوا لا خلاص بنسويه 25,000. اليوم الحكومة وعدت مجلس النواب وشعب البحرين أنه تبني بحلول 2018 25,000 وحدة سكنية. قبل أسبوع أو أسبوعين أعلنت أنهم أنجزوا 2300 وحدة سكنية. السؤال يعني من الآن ل 2018 بتقدرون تنجزون أنت والعدد الباقي حوالي أكثر من 22,000 وحدة سكنية في خلال سنة أو سنة وشوي، تقدرون تنجزون 22,000 وحدة سكنية؟ هذا طبعا في تاريخ البحرين عبرها ما حدثت يعني الموضوع هذا. وفي تصريحات كثيرة لوزير الإسكان كان يقول أنه إحنا ما نستطيع نحقق ذي الشيء، لا عندنا أراضي ولا عندنا فلوس تمول الموضوع. مع الأسف فلوس الإسكان كلها تضيع على دفن البحر، كل من يبون يسوون مدينة يروح يدفنون البحر. المدينة الشمالية منذ الثمانينات يبون يدفنون البحر فيها على أساس، وكل مرة عدد الوحدات السكنية تتخلص. اليوم شرق سترة يوم بقى يسوونها، شرق الحد كلها فلوس راحت على الدفان اللي خذوها طبعا من المرشال الخليجي ودفنوا فيها في البحر الموضوع. وتالي عقب تم يحاولون يتسلفون فلوس عشان يبنون البيوت اللي في كذا شرق الحد وشرق سترة والمدينة الشمالية وكذا، كلها هذا نفسها ما 20,000 وحدة سكنية في الموضوع، كلها بالآلاف. يعني اليوم يتحجون وايد أنه والله إحنا معتمدين على القطاع الخاص هو اللي بيساعدنا في ذي الموضوع. آخر تصريح حق وزير الإسكان في المنتدى كان يقول أنه من خلال القطاع الخاص يمكن نبني إحنا 1500 وحدة سكنية. أحد المسؤولين حقيقة في غرفة التجارة علق بعد المنتدى، قال انه احنا يعني تحكوا هما عن انهم بيعطون القطاع الخاص إدارة الاقتصاد وتسيير الاقتصاد، ومع ذلك احنا يعني المسؤولين
عن الاقتصاد الخاص او القطاع الخاص، ما دعونا ولا قالوا لنا تعالى ولا خذوا راينا في هذا الموضوع ولا خذوا ملاحظاتنا، بمعنى انه فعلا القطاع الخاص والغرفة ما كانت موجودة في هذا المنتدى. اللي كانوا موجودين في المنتدى هم أقطاب أو رؤساء مجلس النواب ومجلس الشورى فقط، ومعروف عن مجلس الشورى ومجلس النواب كل شيء حلو كل شيء جميل، وانتم ما قصرتوا يعني كل هذا الكلام، لكن ما عندهم نقد للي يصير الآن. أقرأ عليكم في الواقع بسرعة ما جاء في الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية على أساس نبين أنه هذا الكلام اللي صار في المنتدى كله كلام قديم جدا وذكر هناك ولكن لم يطبق من شيء. بسرعة بس لأن الرؤية على فكرة كانت قصيرة يعني عدة صفحات، اللي أطول هي الاستراتيجية الاقتصادية. شنو الرؤية اللي تحكون عنها الحين؟ وأنا أعتقد أنكم معظمهم ما قرأها. شنو الرؤية هي نفسها؟ الرؤية هي عبارة عن تصور بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية حتى 2030. وبهذا التصور تطمح مملكة البحرين في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج على المنافسة عالمياً. ترسم الحكومة معالمه ويتولى القطاع الخاص رائد عجلة تنميته، القطاع الخاص رائد عجلة تنميته بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية. لاحظوا التركيز على الطبقة الوسطى، ما عندنا احنا طبقة أقل من الوسطى لازم يصير، والأجور العالية هي كلها للمواطنين البحرينيين. هذه ما تنشده الرؤية. هدف الرؤية الرئيسي زيادة دخل الأسرة الحقيقي، دخل الأسرة البحرينية الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول 2030. لكن الرؤية طبعا ما قالت لنا ذاك الوقت في 2008 كم دخل الأسرة على أساس بيضاعف سنة 2030، يعني بعد 21 سنة. وطبعا المضاعفة دخل الأسرة بعد 21 سنة كلام خيالي لأنه ما يصير هذا الحكي. القصة يعني عادة دخل الأسرة يتضاعف في أقل مدة، يعني أقل بسنتين ثلاث سنوات بالكثير، لكن مو في 21 سنة. لكن الرؤية مثل ما قلت ما وضحت لنا شلون عملية المضاعفة. الرؤية أيضا ترى أن هناك حاجة لتوفير 4000 وظيفة سنويا من المستوى الجامعي. احنا الرؤية بتلاحظون قاعد تحدد اهداف، مو بس كلام شكل. في الملتقى ما في تحديد اهداف. حاجة لتوفير 4000 وظيفة سنويا من المستوى الجامعي. القطاع الخاص يوفر منها حاليا اللي في 2008 1100 وظيفة براتب 500 دينار، وهي تعتبر أجور متوسطة إلى عالية وتعمل على خلق أو تعزيز الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى هدف. الرؤية تتمنى تحقيق إصلاحات اقتصادية متكاملة تؤدي إلى التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يحفزه القطاع الخاص المبادر وتتواجد فيه المؤسسات. لاحظوا الكلام كثير على القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص لليوم مهمش في البحرين. لليوم الحكومة هي تدخل الفلوس وهي تصرف الفلوس وهي تحط الفلوس وهي تشيل الفلوس، والقطاع الخاص ما له، الحكومة تسوي المشروعات والقطاع الخاص ما له شيء. لليوم الموضوع ذي كله. واليوم في الملتقى قالوا اوه تعالوا نسينا احنا القطاع الخاص طول هالمدة، الحين احنا بنحفز القطاع الخاص. المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الرؤية هي نفس اللي قيلت في هذه، ولكن ما تم شرحها حق الناس شنو المقصود منها. المبادئ هي الاستدامة، المبدأ الأول هو الاستدامة، وتعني أن على القطاع الخاص إدارة النشاط الاقتصادي بدلا من القطاع العام. هذه معنات الاستدامة الذي أداره في 20 سنة الماضية. القطاع العام أدار الاقتصاد في 20 سنة الماضية، في السنوات القادمة يجب أن يدار من قبل القطاع الخاص.
على أن تلتزم الحكومة يعني سياسة التمويل الحكومي لتطوير رأس المال البشري والتعليم والتدريب وتشجيع الريادة والابتكار لتأمين الاستدامة لقطاع خاص مزدهر. التمويل يأتي من الحكومة. ثانيا، المبدأ الثاني هو التنافسية. أن تحقيق البحرين قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد بزيادة الإنتاجية عن طريق إيجاد مواطنين يمتلكون المهارات، ومن أجل ذلك لابد من المحافظة على عمالنا المهرة وإعادة تدريبهم. في المنتدى لم يتم الإشارة للعمالة البحرينية أبدا في هذا الموضوع. قالوا المواطن، نهتم بالمواطن، ولكن العمالة البحرينية لم يهتم فيه. اليوم هني الكلام عن موضوع التنافسية مركزة على العمالة البحرينية المهرة. اليوم في البحرين معروف أن احنا عندنا عمالة أجنبية الماهرة، العمالة الأجنبية اللي مسيطرة على 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 السوق وليس العمالة البحرينية. يوم ورا يوم يتقلص دور العامل البحريني على أساس يحل محل العامل الأجنبي. آخر قرار لمجلس الوزراء قبل الأسبوع الماضي، ها بعد خلص من العمالة الأجنبية الرسمية، الآن يتحدث عن الفري فيزا، يبون يصلحون وضع الفري فيزا أيضا ويخلونهم يصيروا رسميين في هذا الوقت. يعني وصلنا إلى هذا المستوى. وقت انتهى. أسكت يعني. نعطيك خمسة دقائق. أنا الحقيقة يعني إذا بتكلم تعطوني يعني شوية وقت، لأن أنا أبغى أقول إنه اللي موجود في الرؤية والاستراتيجية ولم ينفذ ولم يتم عليه الكلام في هذا المنتدى، لأن بدون الكلام في هذا الموضوع يعني ما في فائدة من الكلام عن المنتدى. الرؤية أيضا عندها مبدأ العدالة. العدالة في المجتمع، مبدأ العدالة يعني العدالة في المجتمع تعني معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإعطاء الجميع فرصا متكافئة، وهذا يتطلب التزام القطاعات العام والخاص بالشفافية والتنافس الحر، ويكمن دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي لاستئصال الفساد والتطبيق العادل للقوانين. الفساد لم يتم التحدث عنه في المنتدى، ومثل ما قلنا أن العدالة هذه اللي تكلم عليها معناته أنه في تكافؤ حتى بين موظفين الدولة والمسؤولين في الدولة، وهذا غير موجود في تعيينهم. الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة، يمكن تلخيص هذه الطموحات فيما يلي. الطموح على مستوى الاقتصاد عندنا تحفيز النمو الاقتصادي وإلى آخر. في عندنا الطموح على مستوى الحكومة، حكومة فعالة ذات كفاءة، خفض التكاليف بشكل كبير وتحسين نوعية الخدمات، وستعمل الحكومة على خفض اعتمادها على النفط وذلك بإيجاد مصادر إيرادات إضافية وخفض الإنفاق غير الفعال. فعلى سبيل المثال سيتم تقديم الدعم والإعانات للماء والكهرباء والوقود والطعام للمحتاجين فقط، وستصبح المرافق العامة للكهرباء والماء والغاز والنقل العام والاتصالات متوفرة بأسعار تنافسية. الطموح على مستوى المجتمع، تقديم دعم إسكاني وإعانات لمن هم في أمس الحاجة. هذه طبعا كلها لم يتحقق من 2008 إلى اليوم. هذه الحقيقة اللي قالت عن الرؤية. إذا تبون نتحكي عن الاستراتيجية، هي فيها تفصيل أكثر من هذا الموضوع. الاستراتيجية للمعلومات تقع في 121 صفحة. الاستراتيجية هذه يمكن حوالي 10 صفحات الرؤية، لكن الاستراتيجية في 121 صفحة، وهي تقدم التفاصيل لكل برنامج شلون لازم يتنفذ ويصير. هي أيضا تشتمل على ثلاثة محاور: الاستراتيجية الحكومية والاستراتيجية الاجتماعية والاستراتيجية الاقتصادية. كل واحدة لهم لها تفاصيل إيش لازم تصير، بس لأن
الأخ فاضل يقول الوقت انتهى، فأنا بس قاعد أقول عناوين سريعة. في جزء يقول في الاستراتيجية الاستمرار في مكافحة الفساد والمحاباة من خلال تعيين فريق خاص للنظر في دعاوي الفساد والمحاباة، فريق خاص إشراك العامة يعني الناس بالتدابير المتخذة لمكافحة الفساد والإعلان عن النجاحات التي تحققت. ديوان الرقابة المالية قدم في التقرير قبل الأخير 31 حالة فساد في الوزارات الحكومية، وراحت من وزارة الداخلية وقالوا أنه راحت النيابة، ولليوم ما سمعنا عن محاكمة ولا واحد منهم، لا وزير ولا تحت الوزير. وضع نسبة من إيرادات النفط الحالية في صناديق استثمار الأجيال المستقبل، هذه النقطة الحقيقة مهمة، هذه اللي تقول عنها اللي اسمه. هو الآن يوضع دولار واحد عن كل برميل يباع ب$40. الموضوع الاستراتيجية كانت تقول أنه لا، أنه يجب يصير من 2009 توضع نسبة من دخل النفط وليس دولار. يعني مثلا إذا ما بيع النفط ب$40 معناته ما ينحط شيء في صندوق الأجيال القادمة، ومع ذلك يجب أن توضع نسبة من البيع. فرض إحنا بعنا مثلا 100 برميل، نسبة من هذه قد تكون 10% 20% من هذه اللي بعناه نحطها في صندوق الأجيال. صندوق الأجيال كانت له مهمة وايد على حسب الاستراتيجية، لكن مع الأسف ما نفذت. وسوف يتم تخصيص العوائد المستقبلية من صندوق أجيال المستقبل للاستخدام في المجالات التالية: الرعاية الصحية، التعليم، معاشات التقاعد، مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أكبر محفز للتنمية الاقتصادية. طبعا محطوط تحسين مصادر الإيرادات غير النفطية، وعندنا بعدين الاستراتيجية الاجتماعية تكلم عن الإسكان ويتحكى عن البطالة وين توصل. كلها الحقيقة في تفاصيل لهذا الموضوع. هذه الحقيقة يعني بشكل عام موضوع الرؤية والاستراتيجية. النقطة الأخيرة اللي بس بغيت أقولها بسرعة، الملاحظة أن الحضور في والمناقشات في الملتقى كان حكومة في حكومة، ما حد لا من دوائر الرقابة المالية، لا من القطاع الخاص، لا من أصحاب الاختصاص في القطاع الاقتصادي من مواطنين، ولا حتى السلطة التشريعية حتى دعيت إلى لكي تناقش أو تقول رأيها. ولذلك لأن كانوا حكومة في حكومة، فكل اللي يصير هو شكر وإشادة، ما كان في نقد وما كان في أخطاء. ديوان الرقابة مثل ما قلت تحدث كثير في 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 تقاريره عن موضوع الإخفاقات الحكومية. قال مثلا أن الحكومة في السنوات الست الأخيرة كانت تخصص مبالغ للمشروعات لكن لا يصرف منها في أحسن الأحوال إلا 45% في الموضوع ذي، 55% ما حد يعرف وين تروح الفلوس اللي كذا. المنتدى الحكومي تحدث فقط عن الإنجازات. أحد المسؤولين مثل ما قلت لكم تحدث من الغرفة وقلت الكلام اللي قاله. هذه الحقيقة موضوع الرؤية وموضوع الملتقى. شكرا. الشكر موصول إلى الأستاذ الصحفي المخضرم علي صالح على هذه الورقة القيمة واللي فيها كثير من التساؤلات حول الملتقى، يعني ختمها بالورقة الأخيرية ذكر أهم الأطراف لم تشارك في هذا الملتقى، يعني جف النهاية هو كان عنده تساؤلات بدأها بتساؤلات لماذا عقد الملتقى الحكومي والأسباب وكذا، ذكر من البداية وشرح كامل، إضافة ختمها بأن لم تكن هناك أطراف رئيسية موجودة في الملتقى.
يعني سواء كان اللي هو غرفة تجارة البحرين يمثلون القطاع الخاص أو الجهة الثانية والأهم اللي هم المثلون العمال الاتحادات العمالية لم تكن أيضا موجودة، يعني أصحاب الشأن الرئيسي لم يكن موجودين في هذه في ذلك الملتقى. لا أريد أطول عليكم، الآن نبدأ الورقة الثانية. الأستاذ الدكتور أكبر جعفري فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أشكركم جزيل الشكر، هاي الدعوة الثانية في 2016 لي أنا، وأنا دائما سعيد أن أتواجد معاكم وأكون لكم كل احترام وتقدير، وأعتقد أن تواجدكم كمكون سياسي أو وجودكم كمكون سياسي وجود ضروري ومفيد للبلد. الموضوع متشعب جدا، موضوع كبير، ولكن نحاول أن نركز على الأمور الرئيسية. إذا تتذكرون أنا هاي يمكن رابع محاضرة ألقيها هني، أن النمو الاقتصادي ليس هدفا في حد ذاته. النمو الاقتصادي آلية للوصول إلى هدف أسمى، والهدف الأسمى هو الازدهار الاقتصادي، مستوى معيشة المواطن. إذا تتذكرون أنا قلت لا تراوني أي مؤشر ما يربط التنمية بمستوى معيشة المواطن، يعني المؤشر الوحيد والمؤشر المقبول هو مستوى معيشة المواطن. هناك في أرقام الآن وما في تفاصيل، إن دخل المواطن زاد حوالي 47%. أنا أبي أكون أول المصدقين، لأن أنا بفرح أكثر من غيري لأن عندي تفاصيل. ثانيا، إن في فترة المسؤولين بدوا يسكتون عن الجزئية المرتبطة بالمواطن، يعني تنمية الاقتصادية، زيادة الاستثمارات وما إلى ذلك. زيادة الاستثمارات لا تدل على نمو المرجو، النمو المرجو. إن هذه الاستثمارات هل إحنا نستفيد منها أو هم يستفيدون منها؟ آخر مرة بعد قلت إن في مجمل الاستثمارات الأجنبية تأتي إلى البلد وتأخذ من كل 10 دينار تأخذ من المواد المدعومة والخدمات المدعومة تعطينا دينارين، فأين الاستفادة؟ يعني حجم الاستثمارات ليس مؤشر لنمو الفعلي للاقتصاد. يعني أنا مبطل بابي وتعال أخذ وأقول الزوار زادوا، بس الزوار زادوا على شنو؟ أنا أبي من وزارة التجارة والصناعة تعطينا، خل ناخذ عينات. دكتور محمد الكويتي موجود هنا ويانا، احنا متخصصين في هذه، عطونا عينات احنا بنسوي تقييم مجانا ان هل احنا نستفيد من هذه الاستثمارات ولا الاستثمارات قاعدة تستفيد منا. احنا نبي الجميع يستفيد، المستثمرين يستفيدون واحنا نستفيد. أنا شاك وشكي في محله ومستعد أتحمل المسؤولية إن كثير من هذه الاستثمارات إحنا ما نستفيد منها، وقاعدين يمتصون خيرات البلد، وخير البلد مفروض يكون لأهل البلد. فهذه الأمور مو واضحة بالنسبة لنا. هل الاتجاه في الاقتصاد في اتجاه الصحيح؟ أنا مثل أستاذ الكبير أستاذ علي صالح إن الرؤية والاستراتيجية ومحركات الاقتصاد كحزمة أنا أفكر من أحسن ما يكون بتفاصيلها وبآلياتها وبهيكليتها، وهذه زينة، ولكن العبرة في النتيجة. عطني النتيجة، شن هي النتيجة اللي احنا نحصلها؟ في انجازات، في يعني احنا اللي نقيم من عدة جوانب،
يعني هل في إخفاقات، هل في إنجازات، وهل في تحديات، وهل في فرص موجودة. البحرين تاريخيا أنجزت الكثير، يعني في الجانب الجيد، يعني اسمحوا لي شوية بفرحكم، بس في إنجازات كثيرة. هل هي بسبب الاستراتيجية الجديدة أو بسبب تراكم الموضوع؟ أنا أعتقد أن كثير منها بسبب التراكم التاريخي الموجود، وفي بعض الأشياء يعني أنا اكتشفت إنجازات ممتازة جدا. أنا قبل ما أطلع من المكتب قلت الأخوان زملائي يطلعون لي بعض الأشياء، بس ما أدري ليش الحكومة بعد ما تنشر هاي الأشياء الزينة. في عندي يمكن 40 إلى 50 مؤشرات جيدة جدا بالنسبة لموقع البحرين عالميا، ومن مصادر خارجية مو من الصادر الداخلي. يعني هذه الأرقام احنا نقدر نجادل فيها، بس هذه الأرقام في شيء انبهرت وحصلت أمس بعد على هذه صدفة. أبي بس أقول لكم جزئية بسيطة من جامعة كورنيل يونيفرسيتي وإنسياد بيزنس سكول وورد انتلكتشوال بروبرتي. هلا أشياء زينة الحين بنقول وبنطلع الجانبين. يقول in the World Economic Forum 2015-2016 Global Competitive Report which evaluates the productivity of 140 nations, Bahrain has jumped 5 places, entering into the innovative drive stage of development alongside major economies like Germany, Singapore, and the United States. يعني دخل في البحرين دخلت في مجموعة هذه اللاعبين الكبار. هذه أشياء زينة. الحكومة الإلكترونية احنا وصلنا 7 دولة في العالم. أنا ليش قاعد أقول هذه؟ لأن التقييم يجب يكون من عدة محاور، مو بس من محور الإخفاقات وهذه. وأنا بترك لكم هذه لأن في عندكم إنجازات، بترك هنا إذا تبون تأخذون. وحتى بالنسبة لكم أنتوا كمجتمع، هناك في هذه البحرين عندها هوية خاصة بها، مو بمحشورة مع أي دولة، ولكن القيم الاجتماعية، ترتيب القيم الاجتماعية. فهنا نشوف أقرب مجموعة لنا هي استراليا، مجموعة استراليا، استونيا، جرمني، هونغ كونغ، جابان، نيوزيلند وسويدن. بترك هذه لين هنا وشوفوهم. في انجازات طيبة، في انجازات زينة. الأسباب قد تكون تراكم تاريخي أو الاستراتيجية الموجودة حاليا. في مجال التعليم في إخفاقات، في مجال الصحة في إنجازات وفي إخفاقات، في كل أماكن مواقع معينة فيها إنجازات وفيها إخفاقات. ولكن الأشياء اللي تألمنا، يعني بالنسبة للصحة موقعنا جيد، ولكن في 13 أبريل 2013 أنا كنت في الجامعة ضمن المحاضرين في برنامج تحت رعاية سمو الشيخ ناصر، وفي الاختتام جاب 6 وزراء بينهم وزير الصحة. وفي هذا الوقت تشوف مثلا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة قام وقال إن أنا أبوي فلس وقاعد أو باع أو يبي يبيع بيت الحين، وأنا عندي احتياجات خاصة لأطراف صناعية. قامت القيامة، الوزير الصحة كان موجود. الحين بجي ليش بجيب هذه؟ لأن أكون دقيق معاكم. إن عقب يومين هذا الشخص طلع، يعني خبره طلع في الجرائد إن الوزير استقبله ويسر له أموره وهذه لين. زين، هذا الشخص كان هناك، كم في أشخاص مثل هذه موجودين وما حد يعرف عنه؟ إذا هو كان من حقه أن يعالج، من حقه أن يحصل هاي الخدمات، ليش عطلته؟
ليش هذه لي؟ يعني احنا نتكلم عن الاداء، اداء الحكومي. ناو واحد قضيه او يعني قضيه واحده بالنسبه لنا وايد. احنا رقم 13 بالنسبه لدخل الفرد في الناتج القومي، يعني من اغنى الاغنياء الدول العالم، فهذه اخفاقات. الأرقام اللي الدكتور أستاذ علي ذكرها أنا ما عندي، لا أقدر أوافق ولا أقدر أخالف، ولكن عندي أشياء ثانية أبي أتكلم فيها. إن في مواقع إن المواطن يعني بدأ يتراجع. كيف يعني؟ نكون عمليين، كم رواتبهم وشلون وصلوا؟ وأنا آخر مرة قلت 52% من البحرينيين رواتبهم بين 200 و400 دينار. أنا أقول لك، أنا شخصيا في 1977 كنت متدرب في ألبا، راتبي كان 500 دينار، واللي ثبتوني عقب سنتين صار راتبي 700 دينار، هاي قبل 40 سنة. اليوم شخص في مستواي أنا قبل 40 سنة يتمنى 400 دينار، عقب 400 سنة يعني القيمة الشرائية ارتفعت وما أدري إيش، فالدينار مو نفس الدينار، فإحنا جايين إلى أيه. أنا أفكر من أهم الأسباب والأداء، أداء غير مرضي، مع أن عندنا إنجازات تراكمية، ولكن الأداء اللي احنا نطمح إليه، احنا نطمح إلى الأحسن. الوضع مو بمأساوي، لا الحمد لله، ولا يعني ما في فقر أممي في البحر، يعني ما في أحد بيموت من الجوع، هذا ما في أحد يبات في الشارع، هذه لين خطوط أممية مو موجودة عندنا، ولكن عندنا خطوطنا. أنا مواطن أطمح للمواطنين ارتقاء بمستوى معيشة مستمرة، ولكن في الاقتصاد في شيئين، إما أن تكون في حالة تصاعدية أو في حالة نزول، ما في استقرار. يعني إذا ما حصلت أنا ارتقاء، يعني بالتأكيد أنا تدنيت. فهذه الأمور إحنا اللي نتكلم عن الاستدامة، استدامة على ما تم وكيف يتم إنجازه في هذه العام. الحكومة منتشرة بشكل غير طبيعي، منتشرة أكثر بكثير من المساحة المطلوبة لأي حكومة تريد أن تكون فعالة. ليش أنا أفكر؟ بسبب من أسباب أن حكوماتنا حكومات أبوية، كل الحكومات الخليجية أبوية لآخر درجة، منتشرين في كل مكان، يمتلكون جزء من ألبا، يمتلكون جزء من دواجن، يعني ما في شيء ما في، مع أن آدم سميث أبو الاقتصاد الرأسمالي الحديث نقول يعني شنو شغل الحكومة؟ شغل الحكومة الأمن، أمن الداخلي، أمن الخارجي، ثانيا العدالة، ثالثا جمع الضرائب، وتقديم خدمات وصرف على الخدمات وتقديمها، الخدمات التي الفرد كفرد ما يقدر يوفر لروحه. مثلا أنا ما أقدر أجيب مولد كهرباء في البيت وأخلي أو أحفر لي بير حق الماء، فهاي الخدمات الجمعية الحكومة توفرها. جان جاك روسو في كتابه عقد الاجتماع يقول كل ما الحكومة توسعت كل ما ضعفت من حيث الأداء، وهذا شيء صاير عندنا. الحكومة كل ما تتوسع كل ما تصير ضعيفة بالنسبة للأداء، والانتشار هذه انتشار مضر، انتشار مبزين، يعني هاي الممتلكات عندهم هالقد مشاريع
في غالبيته في مجموعها كلها خاسرة يعني. فأنتوا عطوا حولوا هذه حق القطاع الخاص، حتى ألبا، حتى مصنع التكرير، عطوهم وركزوا على هذه مثل ما سمو ولي العهد قال، لتنظيم الاقتصاد، وليس لي يعني كمحرك رئيسي في يعني الحكومة داخلة معنا في التجارة، داخلة معنا في التعاملات هذه. فلا يمكن ان احنا نوصل هذه الا ان احد يجيب لنا مؤشر الازدهار الاقتصادي. احنا عندنا مؤشر النمو الاقتصادي، لحد الان انا ما شفت ان النمو الازدهار الاقتصادي، هل هذا الشيء النمو وصل الى المواطن ام لا. جلالة الملك في بداية البرنامج الاصلاحي قال بهذه اللغة، قال ان النمو الاقتصادي اللي ما يفيد المواطن ما لنا شغل فيه، بهذا الاسلوب. واليوم في الملتقى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد قالوا تقريبا نفس الكلام، ان المواطن هو المحور. هذا يسعدنا، احنا نبي نشوف الحين على الارض شلون صاير. هذه الدخل المواطن 47% زياده، نبي نشوف التقارير، نبي نشوف المعسكر. احنا نحب نصدق، أنا بفرح إذا هذا الشيء، بس إذا أنا عندي إحصائيات من الجهات الرسمية أن المواطن البحريني 52% من المواطنين رواتبهم بين 200 إلى 400 دينار، كثير من البحرينيين. ما عندنا قنوات أن نوصلهم إلى الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، ما عندنا قنوات. تمكين قاعدة تحاول، لو كل مرة تقوم وتطيح، كل مرة تقوم وتطيح، ما قدرنا. في عندنا وظائف، في عندنا وظائف يعني رواتبها عالية جدا. وأنا أفكر القطاع الخاص بإمكانها أن تمتص وتريد أن تمتص في مصلحتها أن تمتص، ولكن إحنا ما قادرين أن نوفر لهم الكوادر الوطنية في مستوى المطلوب. فهذه الأمور اللي احنا ما تكلمنا عنها في الملتقى. الحين عندي فضح. في طريقتين أو أسلوبين لزيادة النمو الاقتصادي، هاي أساليب منتشرة في العالم. أو تخلي المنشغلين في الاقتصاد ينتجوا أكثر بالتدريب أو بآليات أو بأي شيء يعني تمكنهم أن ينتجون أكثر، أو تزيد عدد المشتغلين في الاقتصاد على أساس ينتجوا أكثر، فهذه يحدث لنا نمو اقتصادي. في البحرين أخذوا المنحيين، المنحة في مسار إن نركز على البحرينيين ندربهم، والتمكين قاعدين يبذلون جهد، هل محصلين على نتيجة لحد الآن غير معروف. في الجانب الآخر زاد عدد الأجانب، وغالبية الأجانب الموجودين في البحرين للشغل يعني للإنتاج، وجزء كبير منهم في مواقع اللي هي مؤقتة المذبذبة بعد في قطاع الإنشاءات. الكثيرين من هذه الكفاءات مضرة للاقتصاد. ليش؟ لأن هذين في غالبيتهم ذوي الكفاءات المتدنية، ذوي الكفاءات البسيطة، البيسك سكيل. البيسك سكيل اليوم مع الحكومة الإلكترونية اللي احنا عندنا وإنجازاتنا في التكنولوجيا والإبداع، نشوف ان هذين يضرون هذه الإنجازات اللي عندنا.
يعني في سبيل المثال أنا متأكد كلكم شايفين في فريجنا أنا اللي نمر نشوف في بيت قاعدين يبنون وقاعد يرفع الرمل بالسطل وحبل. نو هذه خطر على الاقتصاد، يعني بياخذ له أسبوعين 3 أسابيع أن يرفع كمية من الرمل، مع أن هذه أنت تقدر تسويه فيه خلال نص ساعة مع رافعة. فكثيرين من اللي أتوا إلى البحرين مضرين للاقتصاد. هذا الشيء في الاقتصاديات المتطورة ممنوع، قانونا ممنوع، حتى في دبي ممنوع. كل يركزون على أساليب متقدمة وتكنولوجيات متقدمة، يعني لأن هذه كلهم مرتبطين ببعض. احنا ما علينا من ان هذه راتبة هلقد، بس تكلفته على الاقتصاد تكلفة عالية. يعني اظن اذا اتذكر احنا نصرف على كل اجنبي، الحكومة تصرف على كل اجنبي حوالي $1,000 كل سنة على الخدمات وعلى ما الى ذلك. شنو يعطيك في المقابل؟ هذه الحسابات شوي حساسة بالنسبة لنا. احنا نطلب من المسؤولين يا جماعة نبيكم تنظرون الى هذه الاشياء وهذه العناصر وهذه المشاريع نظرة شمولية، ولا نظرة من جانب واحد ان انا زيت حجم الاستثمارات. زين ممكن الحين احنا نقيم هاي الاستثمارات، استثمارات كانت مفيدة أو غير مفيدة. في الاقتصاديات المتقدمة يستهدفون مشاريع شركات على أساس يحذفونهم خارج الاقتصاد، وبالذات في اليابان حتى 6 أشهر ما يعطونك. إذا أنت غير مفيد للاقتصاد يكمشونك على أساس تطلع من الاقتصاد. هذين اللي يجون هني يبون يستفيدون من الوسائل الموجودة ومن الكوتا اللي احنا عندنا، ملابس الجاهزة. ممكن احد في بيناتكم اقتصاديين وايد، ابو حامد موجود، دكتور عبد، هل ممكن احد يقول لي شلون احنا نستفيد من هذه المصانع؟ انا اقول لك احنا ما نستفيد من هذه المصانع كلش. بين يمكن 500 موظف عندهم ماخذين لهم 4-5 بحرينيين، واحد ناطور، 2 فراريش، ويقول لك احنا نصدر حق مين؟ هاي كل المواد اللي انت جايبها هني مواد خارجيه، والمكاين حتى واحد قايل لي يجيبون اكلهم معاهم صراحه. فأنت الحين بتشيل هذه وبتحصل الأرباح منها وتطلع الأرباح وتوديها بالهند وبقية الدول، احنا شنو استفدنا؟ الحين نبي أداء الحكومة إذا في ملتقى هذه ندخل في أساسيات الاقتصاد، أساسيات الأداء. نعم أنا أبي أكرر على أساس نكون منصفين، في إنجازات مبهرة في مواقع عدة، ولكن هذه بحاجة إلى استدامة. أنتوا عندكم عنصر الاستدامة في الرؤية، هذه لا يستديم بهذا الأسلوب. سنة سنتين يمتصون من اقتصادك ويضعفونك وانت رايح. يعني في دبي لا يمكن أحد ينزل وإلا هم متأكدين، وأنا عملت في مكتب الشيخ محمد بن راشد أعرف شو يسوون. إذا يشمون إنه ما يستفيدون منك أنت ما بتدخل، وعندهم كماشات شلون يكمشونك وشلون يمتصون منك في كل النواحي. وبهذا الأسلوب اللي بنوا إحنا نفتح على أساس إحنا نزدهر، نشوف في ناس من تحت قاعدين يسحبون مقدراتنا من تحت ويودون خارج البحرين. فإحنا كل ما توسعنا كل ما أفدنا الأجانب، ما أفدنا البحرينيين. يمكن الفائدة ما تكون بالنسبة والتناسب في هذا المجال. باقي 6 دقائق.
آدم سميث عنده مقولة وايد احنا نستعملها في الاقتصاد، يقول ان احسن دور للحكومة لإتاحة الفرصة للاقتصاد للنمو هو ابتعاد عن الطريق، ان الحكومة تبتعد عن الطريق. فآدم سميث دائما كان يحث الحكومات، ولحد الآن يعني الاقتصاديات الرأسمالية تمشي على كلامه، إن الحكومة يجب أن تحكر نفسها في هذه أربعة محاور اللي تكلمنا عنها، إن لا تطلع من هذه. الحكومات الخليجية بحكم التاريخ، إن سابقا إحنا كنا مثل قبيلة، فرأس القبيلة يوفر لنا كل شيء ويعطينا، وهذا حتى للستينات احنا كنا مجتمعات بسيطة والحكومة كانت تسوي كل شيء، ولكن كل شيء في الاقتصاد تغير والحكومة ما تغيرت، يعني نمط الحكومة ما تغير. احنا عندنا في بعض الوزارات تعمل بأسلوب جيد، عندك وزارة الكهرباء والماء عندهم مؤشرات زينة، عندهم هذين، وزارة الصحة جزئياً عندهم، وزارة الداخلية وبالذات المرور عندهم وايد مؤشرات وهذين، لكن هذين يعني مو مشتغلين كمنظومة. والتناغم، وأنا قايل هذه عدة مرات هني وفي الجرائد، إن ما في تناغم بين الجهات الحكومية، وهذا التناغم عدم التناغم قاعد يسبب لنا إهدار بشكل كبير. تقييمي الشخصي، ما عندي دراسات مستوفية، إن ثلث الميزانية تروح للإهدار. زين، إذا إحنا عندنا ثلث الميزانية تروح للإهدار، وهذا إهدار بين ترى، يعني ما يحتاج إلى وسائل معقدة للقياس. إذا نروح بنستعمل الآليات المعقدة ترى الفضيحة بتكون أكثر، بس هذه يعني أضعف الإيمان، أن ثلث الميزانية تروح للإهدار. وين إحنا نقدر نعدل هذه الأمور؟ الإخفاقات موجودة، يعني هذا الحين مو برأي، في تقرير ديوان الرقابة، في مؤشرات العالمية اللي احنا مخفقين فيها موجودة بالنسبة للفساد. الفساد تذكرون انا قبل سنة ونص او سنتين هني جيت، ويعني كلامي كان كلام غير مريح، لان احنا تدهورنا بالشكل المتسارع من مرتبة 26 اللي كانت مرتبة محترمة جدا إلى 57. يمكن كلامنا فاد، يمكن كلامكم أنتوا فاد، يعني الحين قاعدين ننزل، يعني قاعدين نتحسن. هالسنة وصلنا مرتبة 50، يعني سبع مراتب. إن شاء الله التقرير القادم في شهر ديسمبر أو يناير بنكون أفضل. زين، هذه وين تحت يعني الفساد يحدث، وين الإهدار يحدث؟ لأن في أداء متدني، هاي عملية حسابية، لأن في أداء غير مرضي هذا اللي يحدث. لا يمكن أن الأداء يكون جيد ويكون عندك فساد في نفس الوقت، ما لا يمكن ان اذا اداء جيد ويكون عندك اهدار، فهذين ما يجتمعون مع بعض. فاحنا عندنا مؤشرات رئيسيه ومؤشرات ثانويه، احنا نقول اذا في اهدار يعني الاداء سيء. الحين انا اقدر اقيس الاداء واوصل الى هذه النتيجه ان الاداء سيء بمنع عن رؤيه هذا، لكن اذا عندي هذا المؤشر بعد ما احتاج ان اقيس الاداء. عدل ابو حامد، يعني احنا في الشركات اذا عندنا اهدار وعندنا ويست وهذه من شنو ذي؟ هذه من الاداء. فنفس الشيء ينطبق على الحكومات. انا اشتغلت مع الحكومات، احنا يمكن وضعنا احسن،
ولكن مثل ما قلنا سابقا ما نبي احنا نقارن نفسنا مع الدول العربية. إذا بنقارن نفسنا احنا أفضل في كثير من المؤشرات. الدولتين الوحيدتين اللي ينافسونا هما الأردن وتونس، فهذين يعني قاعدين ورانا. دبي كإمارة وليست الإمارات العربية المتحدة، لا دبي فقط. احنا عندنا لازم نطالع، يعني نكون منصفين في حق الآخرين، ان في مشتغلين، في عندنا انجازات، في لازم نشكرهم. ومستوى معيشتنا بالنسبه والتناسب وبالمقارنه مستوى مرضي وجيد في بعض الحالات، ولكن بحاجه الى استدامه، واستدامه مو بلعبه. يعني اما ان تطور ما عندك او تدهور في ما عندك، ما في موقف ثالث. هنا بيرجع لكم انتو الجمعيات السياسية، خلصنا بس دقيقة واحدة بس. بالنسبة للجمعيات السياسية، ان انتو هناك في عندكم مكتسبات، عندكم دور مهم، انجزتوا الكثير بالنسبة لحقوق المواطنين، ولكن انا اريدكم ان انتو يكون عندكم برامج لتمكين المواطن لحصول على حقوقه. وأحسن أسلوب لتمكينه هو عمل برامج وعمل ورش لتوعيتهم كيفية الوصول إلى مثلا تمكين. عندهم برامج كثيرة، بنك التنمية عندهم برامج كثيرة، فكثير من المواطنين ما عندهم وعي بالنسبة لهذه البرامج. أنا عندي لأن أنا أشتغل معهم، ولكن الغالبية العظمى اللي يجون يبون مساعدات أقول لهم هكا في برامج ذلين. وأنا أتمنى وأطلب منكم كأخواني وخواتي أن تعملون هذه البرامج لتمكين المواطن. تعاونوا مع المجتمع، تعاونوا مع الحكومة، بغض النظر عندنا اختلافات، عندنا هذه الأشياء، ولكن في نهاية المطاف هدفنا وهدف الحكومة نفس الهدف، هو مستوى معيشة المواطن وسعادة المواطن. وشكرا لكم على ذلك.